من جانبها أكدت قيادة عمليات بغداد أن الجيش سيتولى الملف الأمني في مدينة الصدر وذلك بعد التفجير الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد أكثر من ثلاثين شخصا وقال قائد العمليات بغداد الفريق ركن أحمد سليم في تصريح صحفي أن القيادات الأمنية تعمل على تبديل القطاعات في مدينة الصدر مؤكدا تحريك اللواء الرابع من الشرطة الاتحادية من محله الحالي في مدينة الصدر ليتولى قاطع المدائن وتحريك لواء المشاة 42 في الفرقة الحادية عشر من قاطع المدائن ليلتحق بفرقته في مدينة الصدر ليتولى الملف الأمنية بالكامل داخل المدينة